صاحبي لحمتك عاد. عاصم خرجوا فرد لو ده السلام عليكم. ايوب اجيش احد سكان المدينه الحمريه مدينه الشماعيه. كيف ما كتشوفوا احنا اليوم راه بهذه المناسبه راه عندنا عيد بالنسبه لنا وبالنسبه لجميع سكان المدينه الحمريه. ان تبوريده والخيل بالنسبه لنا هي واحد المتنفس وتفوسيخه كما كنقولوا. ريحه البارود راه تفوسيخه وكيف ما كتشوفوا الاجواء كيفاش دايره وان الناس كبار السن صغار السن الشباب كل شيء مجموع هنايا. وكنشكروا المنظمين كنشكرهم كاملين. نظرا لهذ السنه كان تنظيم قمه في الروعه صراحه بدون مجامله. وانا راه كل شيء يعرفني راه ما تنجاملش والله. التنظيم كان قمه في الروعه. كنشكروا الجميع وعلى راسهم شركه سوريك. شكرا بزاف. عندك اخويا ما تخافش تكون هضره. لا وبكو حلا ضروري كنعمروها كنعطيو فيها لك. عطينا لجنه التحكيم البارود اللي كاين كنعمروه كنقلبوا البزابز ضروري يهود البارود اللي من بعد كنسغنصوهم اللي من بعد كنعاودوا لهم من ديك الكبير. النصائح اللي كتعطيها للدراري كيعمروا كتقول لي حيد من قدام الحلا. وقع الله يحفظك وقع انفجار كتنوض كتشعل بكو حلا من اللي كنبداو ندكوا فيها كتقدر تشع وتنوض قدامك واحد قدامك جوج تنوض. كاين اللي كيكون شعر وضروري كيوقعوا في مواسم ماشي في مهرجانات غير في مواسم. للدكاس لا بد للدكاس عرب ما من بلاصه جيتو لهاد الموسم. لا حنا من هاد القبيله حنا من مدينه حمار. حنا من مدينه الشماعيه. كيقول بان الشماعيه عندها تاريخ معزز عندنا الفروسيه من قديم الاجيال من واحد لواحد من ابان على الجد. خوت السلام عليكم. معكم يونس المني. حنا فرحانين بهذه المبادره الطيبه اللي داروا ديال الخيل وكنشكروا الناس اللي نظموا لنا هذا الشيء وكان داز في احسن تنظيم وحنا فرحانين بزاف. وكنبغوا نشكروا الناس كاملين اللي ركبوا. كنطلبوا لهم السلامه للجميع وتحياتي لجميع الناس المفرجين وتحيه لحمزه المني وتحيه الاكبر لحمزه المني ولد الخوادري احسن مقدم وشكرا. السلام عليكم. معكم حمزة المني مقدم صربة جماعة طيامي مع عمالة يوسفية. أول مشاركة هذه السنة ونتمنى من الله كيف ما كتشوفوا بعدا الأجواء في المستوى محرك في المستوى تنظيم في المستوى ونتمنى من الله تيسير والسلامة للجميع يا ربي الجميع. صغير مارسة صغير أنا ركبت 2009 ركبت 2009 كلهم فرحانين وتوحد والحمد لله ما توعدش. والتطور ديال الشركه الوطنيه لتشجيع الفرس عطات واحد الدور كبير تبارك الله تنظيم في المستوى من ناحيه الجمهور من ناحيه مولي الخيل كيدير زيد داكشي على ما يرام. عام على عام كتحسن تبوريده ومولي الخيل تبارك الله عليهم كيقوم بواحد المجهود كبير تبارك الله من ناحيه السروجه من ناحيه الركابه بكل شيء الماكله مهلين في بعضياتهم وما كيقاسوش بعضياتهم. شنو هو الراي ديالك في البارديه ديال منطقه حمر بصفه عام؟ البارديه بالنسبه لمنطقه حمر راه هي الاولى كانت في المغرب وقيلا على ما اظن هي الحمر هي الاولى والمغرب دابا راه كل شيء تطور راه ولا كل شيء كيضرب بارود الدار البيضاء في ابن صالح خريبكا الرحام كل شيء تبارك الله داك الشيء بالمستوى. والله يشافينا الملك ديالنا هذا هو اهم شيء. وكنشكروا هاد المنابر اللي كتقوموا بهذا الشيء كنتمنوا من الله ديما تكونوا مع مولي الخيل ما تبقوش غير هوك هوك حتى الخير جو عندهم عطيهم حقهم. علاش؟ حيت انتم مشرفينا. الله يجازيكم بخير ونتمنى لكم حد موفق والله يوفقكم للخير. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.